إخوان السلام عليكم. اسمحوا لي إذا مشيت وجيت ولا هذا لا مشيت وجيت لا ماشي بالهضرة لا أنا مشيت وجيت بالهضرة ماشي بحال منى منى مخويضة أقولها وأعيدها منى الباح ما كانت تسب لي في هذاك اسمو كرمت وميس بيكي واليوم تنشوفها عنده في القناة لي حالي 20 يورو وتتقول لاخر داك اسمو لي ديك مع تحفة مولاي يونس مولاي يونس ما قدرت تزيدو تاني سيدي مولاي هذا الله ما كتقولي هادي منى منى تقول لي على الصلحي راه دخل عند تحفة عطا 70 دولار وهي الباحثة تقول لي هذاك المخلويض وهذا واليوم ما تنشوف فيها هذا منين سقسات هذيك رشيدة راه كاينة في هذاك في لي كومونتي قالت لها جي دون غيان بيغسون ميم ان سنتيم يا منى كنصحها بك مرا حقلو قالوا لي مسلمين رباط ما فيهم ثقة ايوا انت يا وحدة منهم ايوا سمحي لي من هنايا فصاعدا او تي ما تعرفيني ما نعرفك غادي نبلوكيك كما قال لكم اخنوش اغرس اغرس كذا نعرف غير تقولي بلا جي انت اربعه ايام عايشه في لاس فيغاس تقول بينا هنايا تحفه ما مزيانش ومسيطر عليه الفلوس والاخر ما مزيانش ومسيطر عليه 20 دولار والاخر هذاك راه تيتمقلع على تحفه وهذا راه مطلق مرته مخلي ولادو في فيرجينا وهنا وهنا وباك تقولوا ليه مولاي يونس يا ودي الحس كابا يا ودي الرباطين هذه قاعدكم ايوا دوماج لانني انا ما دون فاكين ستوب مي ان ذا باك نيفر نتي داكشي علاش انت مش عطيت التليفون وفصاعدا داك التليفون غادي نسدو ما عندي ما ندير به صافي ونبلوكك ما عندي ما ندير بك اي دون نيد يو ها كي تدخل في الدريات هذا سازوكي غير مخبز سازوكي ما يسواش لا هذاك ديال الالمان تا هو لا هذيك صاحب باطمة عمرك ما قلتي شي واحد مزيان وانا غادي معاك في الطريق غادي معاك في الليل بعدا سام صبوق شتو اليوم قلتي لك هذا الصمت عطي 5 يورو وشبع ليا فيه سبه سام صبوق شتو اليوم عنده تا هو كان معاها تا هو تعطيه فلوس أودي يا منى بنتي على حقيقتك أنا خرجت داكشي وأنا نجي خصني نخرج ديريكت نتي أنا ماشي سوقي تهاجم نتي أنا واحد يبدا يقول لي يعطيني كلام ويقلب كلام أنا ماشي سوقي حريتك هذاك حريتك ما تعمرينيش دونت فيد مي باد نيوز لا باد انفورميشن لا ما تعمرنيش لان ماشي مكان راني 72 عام وزياده اللي في عمري راه تقولي بدوز انا هنا في لندن في الويستان وعاد زيدي عليها بوش نتا وزيدي عليها هذا في صغري وهذا كيما تجي تقول بيا دابا هنايا انا ماشي سوقي فيك عطيه الماء ماشي سوقي فيك وكيما تقول لا وانت بعدا انت باقي تعقلي انا قلت لي التيشيرت ديك الساعه تنبيعهم ب 25 نقولوا 25 يورو ياك صيفطتك التيشيرت شحال صيفطت ليا 15 يورو بديت تمن راسك وقلت والو بسبب الله فهمتي انت يو كات مي شورت وكيما قلتهاش قلت انا على 10 يورو لا ما حنا ما نقولوش ولكن لا ما تخدميش معايا تقولي فهمتي لان هنا الناحيه خطر فهمتي كاين فيها لاكريس ولا الفازلين فهمتي صافي خلينا اما لي تيبان لي هذاك اللي تيحكم عليكم شنو ماشي هذاك الشلح وسبحان الله سبحان الله صح قالك لي تشفى ما قال لي تشفيت بلا ما شفت تشفوش فيه ما نقول والو ولكن تتشوفو دير بهاكا غادي بهاكا واش دات كريز وقيت الدم خرج منه الدم ما عرفت انا هذاك وداك هذاك اسمو ديال الويدان هذاك الاسود ديال الويدان ناصيري تا هو مريح اللور كاع الشفرة مريحين تما مريحين تما ورا السلطان ها هو شتي ها هو قالك حق عرفتي فين داو ما داوش للمستشفى ديال سينا اللي يموت فيه داو للمستشفى ديال زيان ما غيدوروش مع السيكوريتي وما غيدوروش مع الفرمية الغليظة
والطبيب غادي يلقاه تما، ما يكونش ناعس في الشامبر ديالو مع الممرضه تيعمل ليها الدروس الاضافيه. ها لا، لانه هو اللي حاكم علينا، هو اللي حاكم علينا. قال لي مطيشه، قال لهم مطيشه ما كناش في الانجليز، هو ما عرفش مطيشه هنايا، هنايا تنوضوا في الميكا مطيشه. قال لي الانجليز ما فيش مطيشه، وحنا مطيشه اللي حنا في الزبل ديال المغرب، اللي حنا في الزبل اللي ماشي اوب تو ساند. هذاك اخنوش هو ربي خرج فيه، والاخر ديال الدين الديانه، وما تعرفوش هذا وزير ديال الديانه وما تحترمش هذا البروتوكول، البروتوكول هادشي ديال العلويين، وما عرفوش واش انت عارف غتخون فلوس كيف. العلويين يكون للسلطان غالي القدام، انت ريح اللور انتي، ما تجيش ورا ولدو، ما تجيش ورا خوه، واي واحد في العائله ما تجيش انت وراه، جي وراهم انتي. علاش يقول لكم انتم الحاشيه؟ ماشي محشيه، حاشيه فهمتي. وهذا الله يهديك، هذاك هذاك حسن طريس الله يعمر دارك، راه تيتفرج فيه حسن طريس، راه صاحبي فهمتي، والله الا عمرت عليه داكشي ديال ولاد البنات. داك الحاج الله الا عمرتي عليه، عمرتي عليه، برافو 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 حسن طريس، برافو حسن الثيرد، الله الا عمرتي عليه. داكشي اللي بغيت دير لي مع الولاد الحرام اللي يضحكوا على باك، هادو دير بحالك مره في ظرف واحد. دابا الحمد لله راك وليتي 18 عام، فهمتي، ما كاينش غنعطيك الجنين الاجباري انت ودا انت، معليش والله الا هذاك عبرتي. وقال الاخر عبد الدين عبد الدين كيدير تمشي بحال شي بحال شي بينغوا، هذاك 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 توفيق، هذاك عرفتي تمشي بحال شي بينغوا، حيت ملابس الصبل ما تبقاش خويا، وعلى الاخر ملي خويا تفوق النفاق. علاش دير كنتي تبقى اللور ما كان زربان باش تبان قدام الملك؟ ها ويلي بارك عليك، راه فتي 23 عام تو في ديك الوزاره، فتي ها الاخر شوف ها الاخر، يلاه عام العموس ها هو كان غالي هاد نوب عباد الله، واخا شوف بدي غلاط يغلاط تي غلاط يغلاط، جاتو كريز ما قدرش يكوز بحال هكا تصالح للملك. شتي ايوا واش عباد الله الناس يدعيو عليك 24 ساعه. هذا لك اشلوخ واو شتي معليش رجعوا تكلمنا على هذيك الرباطيه اللي عايشه في الصحراء الميريكانيه، اللي تعمل تدخلي بعباد الله تقول لك كلام وتمشي تعاود اخرى الكلام وتمشي على هذه. ترى قلنا لا، ترى قلنا والو ميس مينيس ولا ملك، لا 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 هذيك ملك ملك اللي عارفه هذيك اللي في باريس، هذيك غزاله كذا في اسطنبول. وباكي عليه هذا، وغير البحث نتكلم معاه، غير البحث نتكلم معاه، هذه مصابحه، البحث تقول لا هذاك راه والو، هذا كنت حفظ طبقتهم، لا 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 هذا. واليوم داخله دامتي اكتيف، تسلم على هذا وتسلم على هذا وتعرف له فلوس، بحال هذيك دوك العراس، تدخل شي واحد يكون جاي من الخارج من الطالية شابعه فلوس، تجي تريح العرس وتبقى ديرها، دارت بحال هكا اليوم. مريحة ثم تتلوح في الفلوس، ها 20 دولار، ها مولاي يونس، ها مولاي حبي، ها مولاي حلاوي، فهمتي معليناش، شتي قلت عقلتو على كلامي، قلت لكم الملعب الشرفي غادي يمشي، راه اليوم المجلس البلدي، هاديك الناس ما اسمى هاديك نبيلة الرميلي، هاديك نبيلة أي طبقة، راه غادي يصوتو فيه، مشى ليكم هذا، وذاك الناصيري باش ندافع على الوداد مريح ليا اللور، اللور ديال اخنوش قالك تيصلي صلاة التراويح التواريح شنو النفاق. ها هو دابا شوفو لك البيضاوة الرجاوي، لا الرجل الخضراء انا تقودهاش من الرجا ولا الوداد، تقودو غيرهم، واش نتوما جوج فراقي ما عندكمش التيرانات ديالكم؟ ها لاخر قالك درب 600 مليار، قالك غادي يحاكموه، تقجع قالك غادي يعمل له واحد اللجنة ديال القوداد اللي غادي يبحثوا، ما عطاناش الجواب. هذه تقريبا لكم ديما قرب يضحك ومزال جانا القرار. ايوا انتم هانتم ها الرجاويين ها الوداديين، بركوا على هذا مدي، ها هو قلبكم يا البيضاوة، ها بيضاوة والعروبية حيدوا لكم التيران دابا، معلامة 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 كي كان غري خليوهم تفكروا بها مارسيل سيردو فهمتي، خليوه تما ها هما داروا كان يخليوه يديروا فيه لي كونسير. يجيو لك الصحراء وهذوك ويديرو تما، ولا يديرو فهمتي شي حاجة يديرو تما،
غادي يبينوا غادي يبيعوا العقار. انا قلت لكم شحال هذه ملي كان داك الطبوسي داك بالخيار من الفوق ديك خويا تيبيع تيبيع الكوكايين هذاك اللي دخلوا الحبس وخرجوه لان هذاك هذاك قال لي في الماتش قال لهم غادي نديروا واحد الملعب بالمعايير الدوليه هنايا وهذا وهذا هذا ما شفنا لا ملعب ما شفنا لا متر ما شفنا لا تر لا والو. ساعه الملك عاقبه في تخاويل وجري عليه بغا يدير لنا ديك القوال ديال كوكاكولا كيخدم مع كوكاكولا بالخياط اللي قال لهم انا هذوك هذوك صحاب هذوك صحاب المقاطعة تنعرفوهم بواحد بواحد هل تعرف هل تعرف فهمتي فهمتي كيفاش القضية فهمتي وهانتوما شتي ها انا قلتها لكم مسكينة الدرية رشيدة قالت لها قالت لها انا ما نعطيش فلوس قلت لها ديك رشيدة قلت والله رشيدة ما تعرفش شكون هي تسمع فيها وهادشي اللي كاين ما نكتش معكم بزاف هانتوما هانتوما شتو هانتوما همونا بانت على حقيقتها بانت على حقيقتها والباحث تقول لي فهاذيك المولى والباحثين تقول لي فهاذيك اسمو انا كل اخوتي يقول لي انا هذا خرجي يطلب خرج مبردل قدامهم تيبردلو فيه سامح مع هذا سمح مع هذا حنا كنا حنا مقاومين حنا 20 فيفري حنا تقاول اش درتو حنا غير الدراري الصغار ديك الساعه غير الدراري الصغار خرجنا في 65 23 ماتش ضربنا كنا غادي نحرقوها كلها اه نقدو علينا غير بزايان يضربونا في الطيارات يضربونا بالطيارات من الفوق يضربو فينا اه اه ونقول شي واحد لا حنايا حنايا حنا الطلبه الطلبه لا الطلبه ديال الدار البيضاء في 1965 23 مارس اه حنا 20 فيفري 20 فيفري قلبكم عروبيه مالين الحياه قلبكم ها يا ودي 20 فيفري قلبكم جو مالين الحياه حنا معاكم هذا خشاكم الحبس وسكتوا عليكم ها اه العداله والاسلام العداله وهذا غير تقولوا اودي ودي الحسن الثاني كنعبر عليكم تشدكم ويؤسف القلاوي حتى زمان مرسل هلا هلا حتى زمان ما بقاو فيا ما داروا والو بحال هادو الاحسان هادو مويين الحياه وهادو الحقوقيين انا حقوقي انا عندي المكتب انا هذا لا ما تكلمش لي على ما تكلمش لي على براده براده ماشي واش محامي الحلول ماشي ها ويلي 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 سيروا الحقوقيين نتوما اللي قوتوها راه ما كاين لا حق لا والو وديوها في السوق كراكم سير تخدم سير صوب ماشي ما قال لي واحد الدري الكفن بالعربيه نسيت عليه مشي كفن الكوفان والله ما قال لي ما بقيتش عاقل كتب لي واحد الدري مسكين شكرا على الكفن سير عمل لي كوفان الصناق ديال الموده سير بيعهم سير بارك عليك بالحقوق من الحقوق ديالهم دابا الناس يموتوا على الجد دير عليك بيع عليهم ثلاثه بجوج ثلاثه ديال الصنادق بجوج بثمن جوج بتلا انت والمدينه مثل المدينه راه وقيله نجار وقلت له سؤال الصنادق قلت له دي حقوقي ودخلت لك شنو تكلم على مراكش شنو تكلم على مراكش شنو تكلم على مواليد الطاكسيات الشفاره صحابك اللي تريح معاهم في القهوه ها 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 سير قول لك ماروك هنيفه ما شاء الله سير قول لك هو القوه الاخر تاهو بحال سير هو الحقوقيين تكذبوا على عباد الله اش بالحق الحق هذا هو الحق كاين مراكش حتى الكره ما عندكمش الفرقه واحده ما تاخذش الدعم بغيت تكلم ديال حقوق اش من حقوق سير تاكل برقوق الله يعادي بيا اليوم يا شبات بديت عطيت انا الميريكان فيهم تخلويت صحابي الميريكان تحيه هذاك واحد قال لي تتنفعل واحد الدري من كندا ما عرفتش سميتو قال لي تتنفعل انفعال ماذا هذا اجيتيشن لا ما عندي انا تندوز بمقطع ولكن نتقلق من شي واحد تيبغي يتفلى عليا يرجعني ضحكه لا قال لا تكلم معاه وهذا وهذا وتعاود ليه وهذا وهذا وما تيبغي يصيدوك فهمتي وتيسجلوا هما سبيسياليست في السجل ويصيفطوا الاوديو يصيفطوا الاوديو الكيسيمي ما كاين هذا وعلى خاطر يقول لك كلام يوم على الليل وغدا مع الصباح تلقى داخل القناه تياخذ تيوبخوا فيه تيوبخوا فيه والخرى لا ما ديش بالك ما فيهمش الثقه ما تثقش بهم زازوك لا زازوك مجوج هذوك العيالات هذا وانت ماشي عيالات انت يا شنو راجل انت راك عيالات علاش تبغي يدخلوا عنده كل واحد عنده الجمهور ديالو وانت مو بدير لك السياسه الامريكان تحكموا العالم تحكموا هذا ها هو مون ها انت ولا هذوك اللي في شيكاغو ها فيكم التخويض الكذوب عقنا بكم تشوهتوا مع الانجليز ويلي ويلي بول دايز ودي خدي المغاربه اسمحوا لي الى تنفعلت
هما الكلمه مين دبرت عليها انا الانفعال تنتفاعل مع جيم عمر ما قيدها غادي شي نقلب على شي كتاب نقول عمل شي شي جمله مفيده فلذا اودعكم هذاك 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 خرج بكري اليوم هذاك هذاك اسمو هذاك الدري اللي كاين له هذاك ديال الالمان ديال المدرسه الالمانيه هذا يحلل الحلال حلال الله يعينه مجتهد تصنت ليا تنقول لي حلل لي حلال عرفني ما قاريش دي وكثر ما قاريش الالماني وما عرفش بان انا جوت انستيتيوت في الدار البيضاء يعني نهار حلوها انا كنت من اول التلاميذ نقرا فيها قدام ما شوف قال نقول له ما يعقلش باقي صغير الله حلوها الالماني يعني قلت كنت نقرا بالليل تما ما عليناش فلهذا دي حل المشكل دي حل المشكل داك هذاك الحوار مع اسمو مع مالك اسمو صاحبو تقول ليه بوبريس بوبريس وشنو هذاك اللي عنده خليل الجليل خليل الجليل اليوم هذاك تخربق تيحل تيحل بكري اليوم والله تيحل بكري واقيلا على قبي دارها باش ما يدينيش نعس بالليل حتى تيسهرني تيسهرني وانا وانا ما قلتش على السهره ملي انا في السهره تيوم مع هادو ديال الميريكان واحد ما عيط عليك تيعيط عليك عنده خمسه السوايع زايده الاخر تيعيط عليك باكي تيطيب في الغنمي كليفتيكو ويعيط لك دي واش نبقى ندير واش يقطعوا بيا انايا لا لا خويا غادي نقطع عليهم غادي نبلوكيهم غادي نبلوكيهم ما عندي ما ندير بهم دي والو قال لك كيما كنا نقولوا المغرب نفيقوا في الدرب بكري تي واحد يفيق تيفيق مع الصباح يقول الله يطير علي صحابي الله يلقي هاد صحابي طيرهم عليا لا ما فيهم ما فيهم قلت تسلم على مره قلت خسر خبزه انت وصلت على جوج انت تشوف واحد عطى 70 يورو والاخر الاخرى عطاته اسمع 20 يورو 20 70 70 دولار وخويا 20 دولار وتقول رشيده تقول رشيده جامي توني كيك شوزا لا مي ما سونتي مي عليهم دي 10 دولار طلعتي لي فيها اختي ما عندي تي شوز تري 15 تضحكي عليا مالياش دونك اخوان ما كاين ما ديروا غير دعموا صافي ما كاين والو انت ما كاين ما كاينش ديروا لايك لما شي لايك ندي مع واي عندي يحرقوه انا بعدا محروق مع السلامه هو هذا الحمد لله اللي هادي ما تشوفها هاي 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 معيطها هاي شتيها هاي هاي معيطه هاي شتيها غادي نجاوبش هذا ما تشوفوا سيت لي الميساج ها شتيها هي وكيف نجاوبهاش لا تخدم معايا تقولي بلاي تخدم معايا تقولي بلاي لا لا تحية لدوك النساء اللي تيتكتبوا معايا تحية لكم هانتوما هايا او حنا خرجنا لكم شتيها هانتوما شتيها خرج لكم واحد البارح وخرج لكم ها ها نفيد عليهم ها الدار البيضاء ها الرباط بقى لي غير قنيطرة لا سلا ما عندناش تحية با سعدون با سعدون وحيدونا التيران ما عندنا فين نلعبوا الكورة قلت لكم قلت لكم قلت لكم راه هادو هادو انا قلت لهم عقد بيهم مي كان داك اسمو هذاك بالخياط مي كان وزير الرياضه هذاك على عقد بيه كان بغي يبيع التيره ساعه ساعه اسمو هذاك السلطه العقبي وجا عندي المقاول